وهو يقول من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. إذن هي فتوى كذلك عن الصحابة، وهذا هو الصواب، التفريق بين من درعه القي وبين من تعمد ذلك وأخرج القي. لكن بقي عند المالكية ما حكمه؟ هل فقط يقضي وعليه القضاء؟ المالكية وانفردوا يوجبون الكفارة. سيأتي معنا أن في باب الكفارة في صيام رمضان في الحقيقة تشدد المالكيون، فكانوا يرون أن من أفطر متعمدا سواء بجماع أو بطعام أو بشراب أو هو أخرج القيء متعمدا عليه الكفارة، يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا. فعندهم في المذهب أنه لو تعمد وأخرج القيء يقال له عليك القضاء وعليك الكفارة، كفارة المغلظة، يعتق رقبة كما ذكرنا، فإن لم يجد انتقل إلى الصوم، فإن لم يجد انتقل إلى الإطعام. وهذا غير صحيح، الكفارة خاصة بالجماع، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل، لكن لأننا ذكرنا القيء وما هو حكمه عند المالكيين ذكرنا ذلك. وإلا فالصواب أن الكفارة لا تجب إلا على أمر واحد، ما هو؟ الجماع، لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء قال هلكت، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة إلا على هذا الصنف، وهو من أتى أهله في نهار رمضان. قال بعد ذلك مع إيصال شيء للمعد، يعني القيء يجب عليك أن تتركه، وكذلك اترك أن توصل طعاما أو شرابا أو أي شيء إلى معدتك. المعد هنا جمع معدة، والمعدة معروفة هي مستقر الطعام، الطعام إذا دخل عن طريق المريء يذهب إلى المعدة. فيقول لا توصل شيئا إلى معدتك وأنت صائم، ليس فقط عن طريق الفم، قال من أذن أو عين أو أنف قد ورد، سواء كان هذا عن طريق الأنف أو عن طريق الفم أو عن طريق الأذن أو العين. يقول هذه منافذ تنفذ إلى المعدة، فإياك أن تدخل شيئا عن طريق هذه المنافذ، هكذا يقول المؤلف. والدليل ما جاء في الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيره، قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الاستنشاق بالغ، هذا في الوضوء شيء طيب، ومن مستحبات الوضوء أنك تبالغ في الاستنشاق، فيدخل الماء إلى أنفك ثم بعد ذلك تستنثر، لكن في حال واحدة لا تبالغ. ما هي هذه الحال؟ إذا كنت صائما. لماذا؟ لأن الأنف منفذا إلى أين؟ إلى الجوف، إلى المعدة. فقال المؤلف هذه الأماكن هي منافذ، مع أننا لا نسلم في الحقيقة أن العين منفذ، لكن هذا جاء به نص الذي هو الأنف لهذا الحديث، لهذا الحديث الصحيح، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم قال وقت طلوع فجره إلى الغروب، يعني هذا هو وقت الصيام الذي يجب فيه أن تمسك عن هذه المفطرات، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أمسك عن هذه الأمور التي ذكرناها من الطعام والشراب وكذلك الجماع وكذلك القيء لا تتعمده، وكذلك أيضا أي شيء يصل إلى المعدة عن طريق أنفك أو أذنك أو إلى آخره. يقول من وقت طلوع فجره، وقت طلوع فجره إلى الغروب، وهذا هو الوقت، وجاء في كتاب الله وقد أشرنا إليه الذي هو أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود، طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهو كما قال ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى ما قبل الليل وهو وقت الغروب. فهذا هو المقصود بقوله وقت طلوع فجره إلى الغروب، وقت الصيام.
والعقل في أوله شرط الوجوب، يعني أن الرجل إذا كان لا عقل له وهو المجنون هذا لا نقول له يجب عليك أن تصوم لأنه غير مكلف، لكن لو كان عاقلا وقد بلغ نقول هنا يجب عليك الصوم. وعبر بقوله شرط الوجوب، يعني متى يجب الصيام؟ يجب إذا كان مكلفا. ما معنى مكلف؟ معناه عاقل بالغ، هذا معنى المكلف. إذا قرأتم في كتب الفقه المكلف أو التكليف يقصدون من كان بالغا عاقلا، أما إذا كان صبيا لا يجب عليه الصوم. نعم إذا صام صومه صحيح من حيث الصحة، صومه صحيح إذا صام الصغير، وهذا ما كان يفعله الصحابة، كانوا يجعلون الصبيان يصومون في الصغر حتى يتقوى ويتعلم الصيام، لا يأتي وهو كبير ويصعب عليه الصوم، فيعلمون أولادهم على الصوم في الصغر. فلو صام الصبي هل صومه صحيح؟ نعم صحيح. إذا حج الصبي حجه أيضا صحيح، لكنه لا يجب عليه إلا إذا كان بالغا، فإذا بلغ نقول الآن يجب عليك الصوم، الآن تجب عليك الصلاة، لأن القلم رفع عن ثلاثة كما في الحديث الصحيح عن المجنون، وهذا الذي عبر به المؤلف بقوله والعقل حتى يفيق هذا المجنون من جنونه، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. هؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم، قلم التكليف لا يكتب لهم فيما يتعلق بالحسنات، لكن لو فعل الصبي أو المجنون أو إلى آخره كأن يحج به فله أجر في ذلك وحجه صحيح، إلا أنه يؤمر بالحج ويؤمر بالصوم إذا بلغ أو إذا عقل. عرفتم معنى التكليف؟ هذا هو المراد من قوله والعقل في أوله شرط الوجوب، لأن هذه من شرائط الصوم، من شرائط الصوم، فمن شرائطه أن يكون عاقلا، من شرائطه أن يكون بالغا، من شرائطه أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه له أن يفطر، وأن يكون كذلك صحيحا ليس فيه مرض، لو كان مريضا لكان معذورا وله أن يفطر ثم يقضي كما في بنص كتاب الله عز وجل في المريض وفي المسافر، وكذلك أن يصوم في شهر رمضان، لا يجوز له أن يصوم شعبان ويقول أنا سأصوم في شعبان أو أصوم في صفر، بل من شرط الوجوب أن تصوم هذا الشهر بعينه الذي هو شهر رمضان. هذه كلها شروط، والعلماء يقسمونها شروط صحة وشروط وجوب وشروط أداء، لكن نحن جمعناها كلها حتى يعني لا يحصل شيء من التشعيب والتفريع، يكفي أن تعرف الشروط جملة. ثم قال وليقضي فاقده والحيض منع، يعني إذا كان، وهذا من خصائص أو من مفردات مذهب المالكية، يقولون فاقد العقل، إذا فقد عقله فهو معذور لا يصوم، لكن إذا رجع له عقله هل نوجب عليه الصيام؟ يقولون نعم، يجب أن يقضي ما فاته من الصيام بعد أن أفاق من جنونه، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن القلم مرفوع ولا يجب عليه القضاء، فيقال ما دام أنه في جنون ولا عقل له فالقلم عنه مرفوع كما في الحديث ولا نوجب عليه القضاء، فإذا أفاق نوجب عليه ما يستقبله من شهر رمضان، أما ما فاته في حال جنونه لا يقضي ولا يجب عليه ذلك، ولهذا قال وليقضي فاقده. ثم قال والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، يعني الآن انتقل إلى موانع الصوم، ما هي الأشياء التي تمنع الصوم؟ فذكر الحيض، وهذا خاص بالنساء، يعني المرأة لا تصوم إذا جاءها الحيض وهي العادة الشهرية المعروفة عند النساء، أو المرأة النفساء، لأن أحكام الحيض والنفاس
أحكامها واحدة. فيقول للمرأة، نقول للمرأة الحائض: لا يجوز لك أن تصومي. وهكذا يقال للنفساء: لا يجوز لك أن تصومي. ليس فقط المنع بمعنى أنها إن شاءت وإن لم تشأ، بل يحرم على المرأة في حال الحيض وفي حال النفساء يحرم عليها عدة أشياء، ومنها الصلاة، ومنها الصوم، ومنها الطواف بالبيت، ومس المصحف على قول، وقراءة القرآن على قول، وهكذا. لكن الذي نريده الآن ما يتعلق بالصوم، وهذا شيء مجمع عليه، أجمع العلماء على أن الحائض من موانع الصوم بالنسبة لها، الحيض من موانع الصوم، لا يجوز لها أن تصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن النساء وقال: ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني الرجل العاقل الحازم، تأتي المرأة فتذهب بعقله، لأنها هي فيها نقص في دينها وفي عقلها. فلما سمعنا النساء ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهن أكثر أهل النار، قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قالوا: أنكفر بالله؟ قال: تكفرن العشير، يعني الزوج. ثم قال: ناقصات عقل ودين. ثم ذكر النقص في عقلها، وذكر النقص في دينها. أما النقص في دينها، أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا هو النقص في الدين. وفي عقلها النقص يتعلق بالشهادة، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، كما قال الله: فتذكر إحداهما الأخرى. إذن هذا المقصود بالنقص. في حديث معاذة العدوية، وهي تابعية، سألت عائشة: ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن الحائض إذا طهرت يجب أن تقضي الصوم بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من الخوارج الحرورية. لأن عائشة لما سألتها معاذة قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت على مذهب الخوارج؟ لأنهم هم الذين لا يرون ذلك. فقالت: لا، إنما أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فبينت عائشة أن الحيض مانع يمنع الصلاة ويمنع الصوم، لكن الصلاة لا تقضى، إنما الذي يقضى ما هو؟ الصوم، بخلاف الخوارج. ما لهم الخوارج؟ يرون القضاء في الصلاة وفي الصوم، فخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وابتدعوا في ذلك. لهذا عائشة قالت: أحرورية أنت؟ يعني الخوارج هم الذين يرون قضاء الصلاة. ومعاذ تسأل عن ذلك: لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فنسبتها إلى تلك الفرقة، فقالت: أحرورية أنت؟ على صيغة الاستنكار والاستفهام، أحرورية أنت؟ وهي ليست حرورية رحمها الله، ولكن عائشة بيّنت أن هذا هو مذهب الخوارج. ما معنى حرورية؟ منطقة قريبة من الكوفة يقال لها حروراء، هي التي تجمع فيها الخوارج، فنسبوا إلى هذه المنطقة، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ثم قاتلهم علي وانتصر عليهم في معركة النهروان. إذن قال: والعقل قال صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، لأن الحيض إذا ارتفع وطهرت واغتسلت نقول لها يجب أن تقضي هذا الصوم. أنت تجمع أوراق عندي، ما أدري هذه إيش الأوراق كلها؟ أسئلة. كم الساعة الآن؟ كم مر على الدرس؟ كم مر على الدرس؟ صلينا الساعة 5 تقريبا الساعة. طيب هات الأسئلة، نكتفي بهذا القدر. في أحد حفظ معنا هذه الأبيات؟ من حفظ؟ أنت حفظت؟ من حفظ؟ حفظت؟ كم حفظت؟ كله؟ نريدك أن تسمع لنا 7 أبيات فقط، بيتين الأمس واليوم 5 أبيات. هات. بسم الله. صيام. صيام شهري.